السلام عليكم يا اخوان. اليوم مع فيديو تعليمي مباشر للعبة لونا من تصميم المصمم المشهور ستيفان فيلد ومن انتاج شركة تي ام جي. تلعب من قبل شخص الى 4 اشخاص فيما يقارب 90 دقيقة. اللعبة اللي عنده نقاط اكثر، نقاط هذه الفلوس، اوكي؟ كل واحد يبلش عنده 5 نقاط. انزين. هذا السيت اب بداية اللعبة. كل واحد عنده وركرز بالجزر اللي موجود فيها. انزين، طبعا نروح على الجزر اللي ما عندك فيها وركرز. يعني انا مثلا ما عندي وركر هني، فراح اخذ واحده من هذيل. انت الاحمر، انا الابيض. لا صبح اي، وما عندي هني فراح اخذ هذه. انت الاحمر ما عندك فراح تاخذ هذه، وهني ما عنده راح تاخذ هذه. اوكي، والهلال الازرق ما عندي اخذ هذا. لا الازرق هذا. انت اصفر. اي اوكي، تاخذ هذه وتاخر هذه. انا اخذ هني، والعيلة ياخذ هذه ومن هذه. اوكي، هذول يسموهم فيفر توكنز. اوكي، عندك ثنتين. اوكي، كل واحد منا عنده الفيفر توكنز من الجزر اللي هو مو موجود فيها، لا بيت لا شراين ولا نوفسز يسمونهم هذول. انزين، شنو نوع الاكشنات الموجوده؟ عندنا 4 انواع من الاكشنات. اكشن مال الجزيره اللي انت فيها، فاي مكان في عندك عمال تقدر تسوي الاكشن مال الجزيره. اوكي، فتطالع هذول الـ4 اكشنز. اول شيء تقدر تسوي الفيفر مال الجزيره. مثلا انا عندي عمال هني، احط اشيل عمال 2 برا واخذ هذا التوكن مال الجزيره هذه اللي هي سفينه. اوكي، زين. او مثلا انا عندي عمال هني 2، اقدر اقط هذول العمال هني 2 برا، اخذ الفيفر مال الجزيره هذه. اوكي، كل واحد حده يكون عنده فيفر واحد من الجزيره. يعني انا عندي هذا الاعشاب ما يصير اخذ الثانيه، كل واحد حده نوع من هذا. اوكي، فالاكشن الاول انك تحط عمال 2 برا وتاخذ الفيفر مال الجزيره اللي انت فيها. زين، الاكشن طبعا اذا عندك شراين اللي هو مثلا هذا الشراين، خلينا نقول انا عندي عمال هني وعندي شراين. شوف هني حاط لك، اذا عندك شراين تشيل بس واحد وتاخذ الفيفر مال الجزيره. فهذا الشراين كنا عندك عامل دائم. اوكي، بس ما تشيله، ما تشيل واحد، لا تشيل واحد من العمال، والشراين دائما يظل موجود. ونهاية اللعبة كل شراين على جزيرة 4 نقاط، فأنت هم أنت بتبني الشراينز الثانية اللي موجودة عندك برا. زين، فأول أكشن إنك تشيل عمال وتاخذ الفيفر. ثاني أكشن إنك يركروت، أنت شوف عندك 4 عمال برا، تبي تزيد العمال عندك تشيل 2 وتحط واحد ثالث معاهم. أوكي، هذا اللي هي ركروت. الركروت الثاني. الركروت. أوكي، تشيل 2 وتزيد واحد. هذا الأكشن الثاني اللي تقدر تسويه. الأكشن الثالث شراين. إذا عندك، إذا أنت بالمكان اللي فيه البلدر. الحين بوليلا هذا البلدر، بوليلا عنده عمال هني 2 نوفسس، وعنده هذه اللي هي الشراين توكن. الشراين شو يسوي؟ يردها ويشيل واحده من الشراين سمنوتر ويبنيها ويحط هذه الاثنين برا. اوكي، هذه هي الثالثه. الثالثه لازم يكون عنده بلدر، بس لازم يكون، بس الفيفر يكون. الفيفر مال الجزيره هذيك، الفيفر هذه اللي هي شراين، هذه الفيفر. صوره شراين، صوره شراين، هذه صوره شراين، بس لا ما تقدر تبني الا المكان اللي فيه البلدر. أوكي. اوكي، البلدر كل هذا البلدر والاباستيت وهذه المون بريستست كل دور راح يفترون. اوكي، هذا راح يفتر 4 خطوات، شوف عليها رقم 4. هذه راح تفتر 6 خطوات، هذا راح يروح حق المكان اللي فيه عمال. اوكي، اشرح لكم هذا ايش يسوون بعدين ان شاء الله. انزين، فقلنا ثاني وحده شراين الهيربز. اذا عندك انت هيربز، خلينا نقول انا بدوري استخدمت هذين الاثنين، اقدر استخدم الهيربز عشان ارد اثنين خليهم اكتف. اوكي، كذي دخلنا. اي، هذا اللي يسمونهم اكتف، هذا اللي يسمونهم ان اكتف. اوكي، فهذه الهيربز عشان تسوي اكتيفيشن حق ناس انت اوريدي استخدمتهم. فهذين الاي اكشنز. بعدين الموفمنت. الموفمنت في ثلاثة، هذين الاي اكشن كلهم يصيرون بجزيره، الجزيره اللي فيها عمال ملوتي. اللي فيها العمال ملوتي. اي اوكي الموفمنت. انزين، اخر شيء الموفمنت. الموفمنت الجيرني، هذا اردى انواع الموفمنت اللي هو الجيرني. شو تسوي؟ تاخذ 2 وركرز من اكتف وركرز، طبعا لازم يكون اكتف، واديهم مكان ثاني بس يصيرون ان اكتف. يعني مثلا يقعدون برا جزء ثاني، يقعدون برا، صدق انك ضيعتهم، بس انت مثلا متوهق هالراوند تبي تجهز حق الراوند الثاني، تقدر تشيل 2 وركرز يكونون اكتف وتوديهم اي مكان ثاني ان اكتف. هذه جيرني. تايد اللي هي هذه، هذه تشيل كل الان اكتف وركرز مالتك. اوكي، ويصيرون وتوديهم وتوزعهم. لا اكتف او ان اكتف. اي اوكي، هذه تشيل كل الوركرز مالتك وتحركهم اي مكان تبي، بس شنو؟ يصيرون برا. اوكي، هذه نفس الشيء، انت مثلا خلينا نقول استخدمت الوركرز مالتك وتبي تجهز حق الراوند الجاي، تقط هذه
تاخذ كل الوركز مالتك توزعهم على مكان يدي توزع من زين. واقوى انواع الموفمنت اللي هي اللي عندك هذه المركب. حلو المركب شو يسوي المركب؟ تشيل 1 اور 2 حدك اثنين بس لازم يكونون اكتف ويصيرون ويروحون يروحون يعني تشيلهم مثلا هني وتحطهم هني اكتف يظلون اكتف. اوكي هذا اللي هو المركب الجربي. ايه لا ممتاز. اوكي فهذه السيل بوت هذا متخصصين. عندك بعدين التمبل اكشنز. هذه التمبل يسمونها هذه هي التمبل عندنا. كل واحد منا يبلش عنده نوفيس سبتمبر. انزين اول اكشن اللي هو بروموشن. بروموشن نفس الشيء نقول انا البروموشن احنا نبلش من هنا. نبلش من هنا اوكي. اللعبه عباره عن 6 راوندز. نبلش من هنا تسوي بروموشن. تسوي بروموشن على حسب الجزيره اللي انت فيها. نقول مثلا من هنا هذا لا وين هذا هذا اللي هو صوره هذا النوع اللي يسمونه المانك هذا. حلو انزين اقدر اسوي كذي اثنين واحد احطه على برا والثاني ادز هني. ليش هني؟ لان هذا نفس الجزيره. نفس الجزيره بالضبط. هذه سويت بروموشن. اوكي انزين خلينا نقول ابي اسوي بروموشن حق عقب الجارد هذا حق واحد ثاني اقدر ارشي اذا عندي فلوس. ادفع له فلوس ادز واحد مثلا هني. ليش؟ ان هذه 5 هذه 9 الرقم اعلى. الحين اشرح لكم ليش الرقم اعلى. اوكي على هذه بروموشن. اوكي شو بروموشن؟ بروموشن الجزيره اللي انت فيها تحط واحد برا والثاني تدزه التمبل. تدزه هني تسوي له بروموشن. وين تسوي له؟ على الجزيره اللي المكان اللي فيها. انذر اكشن اللي هي سانكتيفيكيشن. سانكتيفيكيشن تاخذه من هني وتدزه التمبل. وين تدزه؟ هذا رقم 5. اشوف وين رقم 5 هني مثلا على اللون لون التايل بالضبط. هذا ادزه هني. اوكي انزين شو يصير لما تدز واحد التمبل؟ اول شيء تطالع كل الارقام اللي اقل من هذا. يعني هنا هذه 5 ماكو اقل منها الا هذه 3. زين تطرد اي واحد دار مدارك اذا رقمه اقل. اوكي اوكي اذا عنده تحت كتاب هذا محمي ما ينطرد. طبعا هذا مالي فانا ما راح اطرد الوركر مالي. بس خلينا نقول انت كان الوركر مال وعلي هني وانا حطيت راح اطرده وما في تحت كتاب يهني وما في تحت كتاب راح ينطرد واخذ نقطه. اوكي شنو اهميه انك انت تطرد واحد؟ اول شيء تاخذ نقطه عليه. ثاني شيء نهايه كل راوند راح تاخذ نقطه على كل وركر موجود بالتمبل. انت كل ما يزيدون الناس اللي موجودين هنا راح تاخذ نقطه عليهم زياده. اوكي فهذه بروموشن انك تدز واحد هني. هاي سانتيفيكيشن. سانتيفيكيشن انك تدز هني. تبي تخطر لهني ترشي تدفع فلوس عشان تخطر. زين تبي تحط واحده هني عقب الجارد هم نفس الشيء لازم تدفع مره ثانيه فلوس عشان تحطها. او تقدر تنطر الراوند الجاي هذا راح يتحرك. اوكي اوكي فهذه بروموشن سانتيفيكيشن. ثاني شيء البوك. اذا عندك الكتاب هذا الاحمر احنا كان ما حد عنده الكتاب هذا. اذا عندك الكتاب الاحمر اقدر اقط الكتاب وابوق واحد من الكتب. خلينا نقول انا كنت هني مثلا اقدر انقي اي واحد منكم اخذ الكتاب ماله. اوه وشنو اصير انا كذي ونومه. ليش نومه؟ الحين محمي هذا ما حد يقدر ياخذ الكتاب مالي لحد الراوند الجاي. الراوند اللي ورا. الراوند اللي ورا. اوكي فهذه شلون تاخذ كتب من احد ثاني لان الكتب بس اكو 4 باللعبه ماكو غيرهم. بس الكتب هذا لك شلون؟ هذا نفس الشيء تاخذه تسوي كذي تقط واحد تقط اثنين برا وتاخذ عشان تاخذ هذا. هذا الفيفر كل جزيره عليها توكن تقط الوركرز مالتها. اوكي هذا الفيفر مال الجزيره ذيك. اي اوكي اوكي انزين اخر اكشن تقدر تسوي طبعا اللي هو كونسل اوف بريست. تشيل هذيل الاثنين عشان تجدب هني. احنا الحين انت وين الاحمر؟ هذا تيرن اوردر وقصدي سوري هذا تاي بريكر. يعني اذا في تعادل اللي موجود فوق هو اللي فايز. فانت مثلا قطيت اثنين برا اقدر امشي خطوتين. طبعا هم نهايه اللعبه فيها ارقام هني. شوف هني 0 0 3 3 3 6 6 8 8 10. اذا نهايه اللعبه انا جيت هني راح اخذ 6 نقاط. 6 نقاط فهذا تاي بريكر زائد كل ما تقدم تاخذ نقاط اكثر. اوكي واخر شيء في شيء اسمه سنيكن. خلينا نقول انا طردت ابو علي هني اذا عنده فلوس يقدر يرشي الحارس انه يرد يدخله. لما يدش ينقي اي وحده فاضيه ما عليها حد ويحط الوركر مال عليها. اوكي هذا اذا كنت مطرود. زين وشيء ثاني اذا الوركرز مالتك هني شنو تقدر تسوي فيهم غير انك تسوي سنيكن؟ لما تستخدم مركب ولا هذه تقدر تاخذه وتحركه. هذه الطريقه اللي تحركها لها يا يعني انك تسوي سنيكن وترده داخل او تدفع المركب او هذا الويفز عشان تحركه.
هركي طبعا مثل نفس يعني اذا جيرني دش داخل واذا هذه بدي برا قاعد برا زين هذا المكان مالك يعني اوكي وبعدين في other actions اللي هما الاكسبانشن هذا خلينا نقول احنا هذا نهايه الراوند كل وركر عندك موجود هذا راح تخسر عليه نقاط هذا يسم هذا apostate قاعد يحاول يعني يفسدني زين تاخذ كذا نقاط تخسرها عدد العمال مالتك زاد واحد عندك عامل واحد راح تخسر نقطتين عندك ثلاث عمال راح تخسر اربع نقاط فانت مثلا ما تبي تخسر نقاط اقدر ايش اسوي اسوي كذي قطيت اثنين راح احرك اثنين واحد اثنين هنا فتيجي تحرك هذا على حسب كم وركر قط برا زين لحظه لو كانوا انكتف يعني شفت ما يفرق اكتف ولا انكتف هي كرابت ايفري بودي طبعا البيوت هي دزنت كرابت لان زين وفي النوفس اللي هو هذا هذا يعتبر فيرتشوال وركر كنا عندك وركر زياده فانا لو عندي هالتوكن اقدر اقول مثلا بستخدم هذا مع هذا عشان اسوي اكشن هذا يعتبر كنا واحد من مبلغاتك اوكي وبس واخر اكشن مديتيشن خلينا نقول انت ما تبي تسوي شيء الحين تبي تنظر تقدر تاخذ واحد هذه انزين وتقلبها برا ما يطوف يطوف دورك بس تقدر تكمل تلعب متى يخلص الراوند لما الاربعه يروحون اخر واحد يقلب هذه راح ياخذ نقطه وبس يخلص الراوند اوكي فهذا شيء تخلص الراوند شو يصير لما يخلص الراوند اول شيء ناخذ نقاط على كل واحد موجود داخل زائد نقطه زياده على كل كتاب عندك تحتك بعدين تاخذ المون بريستس اكثر واحد عنده اكتف وركرز ياخذ ست نقاط الثاني راح ياخذ ثلاث نقاط الثالث راح ياخذ نقطه بس لازم يكون اكتف اوكي المكان على هالمكان المكان اللي هي واقفه عليه لانه تمشي مع الشراينز تحسب تحسب الشراينز وتحسب الوركرز من اكثر واحد عنده شراين ووركرز شراينز ووركرز راح ياخذ ست نقاط بس الوركرز لازم يكون اكتف الحين هذول كيف تمشيهم؟ البلدر هذه لا هذا لا هو يمشون هناك هذا الوحيد اللي تقدر تحركه اوكي بس هذه كم راوند قلنا 6 راوند اول راوند طبعا ما قلت لكم لما تدز واحد هني تاخذ ست نقاط لان احنا الحين الراوند الاول بعدين لما تدز واحد راح تاخذ خمس نقاط فيقلون عدد النقاط كل ما تدز وركرز تبي تدزهم اكثر تدخلهم داخل بس لما تدخلهم داخل قاعد يقلون الوركرز مالتك فتحتاج تسوي مثلا ريكروت عشان تاخذ وركرز زياده اوكي ماشي ذاتس اول ذاتس اول هذا عشان زدنا العدد بلايرز زدنا عدد البلايرز